السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. اليوم ان شاء الله فيديو ديال ليله العيد ان شاء الله. عواشركم مبروكه، الله يدخل عليكم هذا الفيديو بالصحه والسلامه وطول العمر، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي. سمحوا لي، كنت بديت معكم الفيديو وكنهضر معكم فيه، ولكن للاسف كان صداع بزاف الطوموبيلات، الشيء اللي خلى الفيديو ما كانش مسموع نهائيا. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم التحضيرات ديال اللي كنقوم بها نهار العيد. هنايا كنت يلا جيت جايه من الفاكسان، كان عندي اليوم الفاكسان، مشيت درتو في الصباح. هادي تقريبا الوقت اللي كنهضر معكم شي الوحده هذيك، لان الفاكسان كنت دقيتو مع شي 12 وقسم هكاك دازت نوبتي، مشيت جبت البنات وهنايا راجعه للدار باش نبارطاجي معكم النهار ديالي كي غادي يدوز ان شاء الله. نوريكم الروينه اللي عندي، وسمحوا لي كتسمعوا صوت الخرفان ديال الشيران. هنا عندي الخضره، ما غاديش نردها دابا هي والتيسير، تنحيد بعدا نخدم بداك الشيء اللي غادي نبغي هو الاول، الخضره اللي غنبغي نطيبها عاد باش نجي نرد في خضره، ماشي نرد ونعاود نحيد. عندي هنا كي قلت لكم الحلوى، هادشي يلاه الحويجات اللي تفكرت في اخر لحظه. لي ساك بوبيل عندي هادو غير زادهم راجلي، ومعايا مني وصلتو جاب لي الميكات، جاب لي دوك العادين، انا كنفضل هاد السيكلوك. هادو شي حوايج خاصينا للدار. خلاص هنايا الحلوى الفاكهه وداك غنغي المشماش يابس ودوك المسائل الاخرين ديال هذا. المهم كي قلت لكم هي الحويجات اللي كانوا خاصين. هنايا هذا شي عطريه كنت شريتها، هذه عطريه ديال المشاوي ديال والمروزيه ديال اللحم، كنت مشيت مع ماما خدات العطريه في السوق وجباتني عنده صافي، وخديت منها شويه وشويه الزيتون مشرمل، هذاك جبتو من عند ماما. العسل كان خاصني، سالا لي العسل وخصني ضروري على حساب هربل، راه هو كاين نيت تما مع دوك المسائل، خديتها عند ماما. نوري لكم نيت البنات باش تعرفوه، حيت الاكثريه تيسولني عليه دائما اشناهو. هانتوما البنات، ها هو راه طرطق ليا هذا، هنا شفتو كيكونوا حبات ديال القمح صاينين، فوالا ما تيكونش مهرس، حيت كاين واحد تيجي مهرس، هادو لا راه تيبقاو صاينين بحال هكا. توش واضحه لكم الصوره، الزوم بحال فلا تقاد، ها هو الحبات. المهم تيبقاو صاينين، غنوريكم ان شاء الله اليوم في العشيه غادي نردو يطيب هو الاخر، ونوريكم الطريقه السهله معاه. شنو غادي ندير هاد الحلوى وهادشي؟ ما عرفت حتى شي حاجه بلاصتها دابا. هادو غادي نبغيهم، غادي نهزهم نديهم للصالون هما والفاكهه، حيت غادي نحاول نلقط ان شاء الله لطب لي مكتب اليوم، غادي داكشي علاش غادي نهزهم ونديهم للصالون. الحاجه اللي عارفه راسي غادي نستعملها ما كاينلاش الرده. اول حاجه غنبدا بها هو هاد الكيك ديال الشوكولات، كيجي رائع. راه ديجا كنت بارطاجيتو معكم، غير كانوا المقاطع مفرقين، داكشي علاش ما كانتش واضح لكم مزيان. بالنسبه للمقادير، اول حاجه خلطتها جوج بيضات، كاس الا ربع ديال سنيده، واحد الفانيو، قبسه ملح، كنخلط مزيان حتى كينتزموا العناصر مع بعضياتهم. كنضيف ليها واحد كاس ديال الحليب مخلط مع نسكويك، كنخلط مزيان. من بعد عاود كنضيف كاس الا ربع ديال الزيت، كنضيفه تدريجيا ودائما مع الاستمرار بالخلط. من بعد كنضيف الكاكاو، وهنايا غادي نوريكم جوج انواع الكاكاو، واحد كيجي قهوي واحد كيجي بحال اللون ديالو كحل. هذاك اللي كيجي اللون ديالو كحل ما زوينش البنات، لانه كيكون مصنوع غير من القشر ديال الكاكاو فقط، الشيء اللي كيخليه كيطلق لكم المروره في الكيك ديالكم. هنايا استعملت تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الكاكاو، غادي نغرب لهم، غادي نخلط مزيان. من بعد كاضافه، وهذه ديما تنقولها لكم، معلقه كبيره ديال الخل، حاولوا تعتمدوها في الكيك ديالكم كاملين، لانه هو اللي كيخلي الكيك كيجي طالع وكيجي هشيش وكيجي رطب. غنخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم تينسجموا، وغادي نضيف كاس ونصف الطوطال ديال الدقيق وخماره حمراء. غادي نضيف في الاول كاس مع خماره، غادي نغرب لهم ونخلط مزيان. من بعد عاد غادي نضيف نص كاس الاخر،
بالنسبة للقياس باش خديت هذا باش خدمت، راه هو نفس القياس ديال العنبة، غير كي كنقول لكم الكاس باش خدمت باش غنعبر به جميع المكونات اللي عندي، سواء السوائل او الدقيق، نفس الحاجة. من بعد ما كينسجموا العناصر مع بعضياتهم مزيان، غادي نضيف لهم هذه اضافة كتبقى اختيارية، واحد الحفنة ديال القرقع مقطع. اللي ما تيبغيش القرقع ممكن انه يضيف اللوز مقطع، او اللي ممكن ما يضيف حتى شي حاجة وصافي يكتفي غير بهذا الخليط. هذا الكيك حتى هي كتجي زوينه بزاف، لانك كتبقى لكم اختياريه. غادي نجيب المول اللي غادي نفرشه من الاحسن بهذا البابي باش كيسهل عليا الديمولاج، وغادي نحاول نخوي الكيك. غير هو كنبدا نحرك هذاك البول اللي عندي، ما نخويش في نفس البلاصه باش ما يتجمعش ليا القرقعي في واحد البلاصه. انا كنخوي وانا كنحرك يدي هكا حتى كنكمل الكميه اللي عندي. ندخل الكيك الفران على اللي مسخن من قبل على درجه 180 ونخليه حتى يطيب. ما كياخذش معايا وقت بزاف، تقريبا ما بين 25 حتى 35 دقيقه، وكتبقى على كل فران. وهو من بعد فاش كيوجد الكيك غادي نشدو وغادي نسقيه بكاس ديال الحليب مخلط مع نسكويك، وغادي نخليه جانبا حتى وكنشرب داك الحليب ويبرد عندي الكيك. عاد غادي ندخلو للثلاجة باش هكا يشرب مزيان ويبرد. عاد غادي نمشي نوجد ليه الطبقه الاخرى. اون اتوندون باش نوجد باش يبرد عندي الكيك، غادي ندوز نخلط هنايا البغرير. اول حاجه انا كنخدم هكا في الخلاط كيسهل عليا. اول حاجه غادي ندير واحد 3 الكيسان ديال العنبه ديال الماء. الماء اكيد دافي، ما غاديش يكون سخون وما غاديش يكون بارد، القياس اللي كتحمل اليد ديالنا. غادي نجي نضيف الملحه لان ما كنبغيش نخلطها مع الخميره. عندي جوج كيسان ديال العنبه، معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، واحد الخميره حمراء، معلقه عامره ديال الدقيق، ومعلقه صغيره ديال سنيده. صافي، وغادي نجي نضيف الكل على هذاك الماء وغادي نخلط مزيان تخلط عندي الخليط كله. غادي نخلي البغرير يرتاح مده ديال 15 دقيقه ان شاء الله، عاد غادي نخدم به. كي قلت لكم ما كنبيش نضيف الملحه مع الخمارات حيت هي تقتل لينا الخميره كما هو معروف. والبغرير راه نخليه غير في البول. غادي ندوز دابا باش نوجد لاموس اللي غادي ندير فوق الكيك. استعملت هاد الموس الجاهزه اللي وريتكم ديال ايديال، وغادي نضيف ليها واحد 250 مليلتر ديال الحليب كما هو مونسوني في العلبه، وكنخلط الخليط كله مزيان. اكيد في الاول كنخلط غير هكا يدويا، عاد كنخدم الخلاط باش ما طيرش ديك لاموس. اون فوا ديك لاموس كتعقد شويه، كنكون انا مرطبه واحد 3 الوريقات ديال الجيلاتين، كندوبهم فوق النار مهيله، وعاد كنبدا كنضيفو كما كيبان لكم خويط رقيق، وانا كنخلط صافي حتى كنكمل الكميه اللي عندي، وحتى لاموس كتكون شاده. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يستعملوا الجيلاتين تقدروا تفاداو، غير هي الحلوه خاصها تكون كونجلي باش ما تعذبكمش في التقطع، تكون شاده في راسها. كنخرج الكيك من الثلاجه، كنقلبو دائما الجهه اللي كانت لتحت هي اللي كنوليو الفوق، وكنجي هنايا كناخذ واحد الاطار، لان الكيك كيف ما كتعرفوا اون فوا كيطيب كيصغر الحجم ديالو وما كيبقاش قد الاطار فاش خدمنا. من بعد كنجي كنايطالي لاموس وكنحاول انني نوصل له الجوانب كاملين، وغادي نسرحها بسباتول ندخلها للكونجيلاتور. خليتها هنايا هي فاش خرجت نقضي اموري. كي قلت لكم الفيديو ما مرتبش، انا غير حاولت هكا المراحل بطبيعه الحال. ما مقادينش هنايا، راه كنت رجعت مني خرجت يرجمعت لكم انا اللقطات باش يجيكم واضحين. عندي هنايا استعملت الشوكولات، استعملت جوج الانواع، واحد شوكولا اللي فيه كميه ديال الكاكاو كثيره، واحد اللي حلو بزاف تقريبا الكميه متساويه. درت واحد 200 غرام ديال الشوكولات، درتها في واحد 180 مليلتر ديال الكريمه، هذه باش خدمت ميغل سخنتها قبل
هو الاول، عاد جيت ضفت ليها الشكلاط اللي اكيد نقطعوه طريفات باش يسهل انه يذوب، وغنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الجليكوز. الدور ديال الجليكوز هو انه تعطينا لابغيونس في الكلاصاج. ما كانش عندكم متوفر تقدروا تستغناو عليه، ماشي شي حاجه لي اجباريه. غنخلي الكل يرطب شويه، عاد غادي نجي نحرك، ومن بعد غادي نضيف واحد المعلقه ديال الزبده نخليها حتى هي شويه تذوب، وعاد نخلط الخليط مزيان. وانتم تيبان لكم الكلاصاج المعالي ولات فيه الجليكوز، كيعطينا واحد المعه زوينه. ممكن انكم تعوضوه بالعسل، حتى هو كذلك راه كيدير نفس الخدمه. صافي غادي نجي نخوي داك الكلاصاج فوق الكيك. من بعد ما خليته خدا هو الاول واحد شويه برد، خدا لهذا الحراره ديال الغرفه، عاد خويته فوق الكيك نخليها حتى تقطر مزيان. ويلا خصنا الكلاصاج راه كنعاودو نهزو غير هذاك اللي لتحت، اون فوا كتقدر كندخلها للثلاجه تبات، من الاحسن واحد النهار ولا يومين كاع كتجي زوينه. غادي ندوز هنايا غادي نبدا نشوي الفلافل اللي عندي، كذلك نفس الشيء بالنسبه درتو للبنجال، وحتى مطيشه حتى هي كنشويها فوق البوطه هكا وخليتهم في البلاستيك كما كيبان لكم. كل حاجه درتها في بلاستيك وخليتها باش تعرق. ودست كنطيب البغرير، البغرير درته في هذا المقل هذه ديال سبعه الوجه اللي كيقولوا ليها، درته صغير باش هكا حتى نوفر حتى الوقت وحتى الشكل كيجي زويون. وما اوكي قلت لكم الدنجال اولا هاد المشاوي كاملين، هو انا كنفضل سوا على الفخر اولا فوق البوطه، خصوصا دابا مع العيد هو لو كان درت الفران اسهل، ولكن ما تيعطيش داك لوغو ديال المشوي ديال الشوا. داكشي علاش فضلت انني نصبر وشويته هكا. هانتوما البغرير كي كيجي كيجي زوين، كيجي مخرج متقب، جربوه كيجي غزال شوا منه. خليته حتى برد وغادي نجي نجمعهم على اساس الوجه اللي فيه التقيبات كنلاقي كل جوج مع بعضياتهم. وهاد الطريقه هادي راه تقدروا حتى تحتفظوا به في المجمد، راه تيبقى زوين ما تيخسرش غير هو ما بين كل وحده كتلاقي الوجه ديالها كيجي زوين. وراه ساهل تسخنوه، اون فوا تخليوه يطلق شويه تسخنوه كيجي كانه يلاه طيبته. الفلافل ومطيشه والدنجال كلشي نقيتو، مطيشه كيشتو حيت لها الزريعه. واحد القضيه اللي نوصيكم البنات، ما عمركم تغسلوا هذا الخير هذا ملي تشويوه، تبداو تنقيوه الى توسخ وغسلوا غير يديكم فقط، ما الى غسلتوه راه شي ما درتوه. صافي ما كنقطع بالموس ما والو، كنبدا كنحط وكنجيب هذه القراضه هذه ديال القزبور هي باش كنقطع بها كل شيء. نفس الشيء كنديروا للفلافل الالوان كاملين اللي عندي، غير انا كنمشي لون بلون باش هكا ما نخلطش. بيتو تخلطوا الفلفله مع مطيشه وتقردوا في خطره راه ممكن. انا هذه الطريقه هذه كنفرق الالوان باش هكا غندير التكتوكه وغادي ندير الزعلوك باش نعرف كل شكل شحال غادي نهز منه. ما تديوش على البوطه راه شفتو شويت فيها الفلافل ومطيشه داكشي علاش. هنايا غادي نحط جوج مقيلات، هادي الكري غندير فيها التكتوكه، درت فيها الفلافل ومطيشه كاملين، والاخرى غندير فيها الزعلوك. اول حاجه سبقت في الزعلوك هي الزيت والثومه ونخليهم واحد شويه يتقلاو. ضفت كذلك الثومه بالنسبه للتكتوكه، تقريبا نفس العطريه اللي كندير فيهم كاملين. غادي نجي بالنسبه للزعلوك، اول حاجه غادي نضيفها هي مطيشه، غنخليها شويه. غير واحد الملاحظه بالنسبه للزعلوك للتكتوكه كيبيو شويه الزيت البلديه تكون كثيره، هذه ضروري كتزيدوا الكميه ديالها غير الكميه المعتاده اللي كتعودوا تطيبوا بها. ضفت كذلك مطيشه على التكتوكه، غادي نخلط المكونات كاملين، غادي نخليهم باش هكا يطيبوا شويه. عاد من بعد باش كنزيد لهم العطريه، قبل غادي نضيف واحد الكميه ديال الربيع. هنايا عندي الربيع مخلط يعني قزبور ومعدنوس، انا كنخلطهم حيت في الطياب كنستعملهم بجوج، غير كنغلب شويه المعدنوس على القزبور هذا ما كان. صافي من بعد خليتهم حتى طابوا شويه، غادي نجي غادي نضيف هنايا الدنجال وغادي نضيف الفلافل حيت تقريبا راهم طايبين، لان الشوا راه مشويين فوق البوطه راه كيكونوا ني طايبين. غادي نضيف الكمون، العطريه هنا نفس العطريه، غادي نضيفها للدنجال غنضيفها للتكتوكه، غادي نضيف التحميره،
المهم كتبقى الكميه عندكم ميزانكم على حسب الكونتيتي اللي عندكم. غادي نضيف شويه ديال البزار، غير البزار ما كنكثروش، ومليحه. هنايا اللي بغى كاين اللي كيبي يضيف مطيشه ديال الحك، تقدروا تضيفوا واحد المعلقه صغيره، انا كنفضلها بلا مطيشه ديال الحك هكا، باش كتبننوا كل حاجه بوحده وكتبقاو محتفظين على داك لوغو ديال المشوي. غادي نخلط الكل مزيان. الا شفتوا انه محتاج الزيت زيدوا الزيت، كي قلت لكم راه كيبغيو الزيت بزاف بالكثره. وكيف ما كتشوفوا انا كنخلط وكنحاول نمعك شويه باش داك الدنجال كيزيد يطلق البنه ديالو. صافي هنايا سلقت الخضرة، عفوا كانت عندي بطاطا، عندي الإبلي كذلك سلقته، عندي الباربا، هنايا شويه ديال البيض ديال السمان، وخيزو قطعتوه هكا طويل وسلقته. صافي المسائل كامل ها وجدات، خليتها هنايا بردات، جمعتها في البواطات وغادي ندخلهم للثلاجة اكيد حتى الغد ليه، عاد غادي نوجد الكل. ودابا غادي ندوز باش نصيب هربل. اشنو درت؟ غسلته مزيان تقريبا واحد 4 ولا 5 د الخطرات، عاد ضفت الماء اللي ما راه كنغطيه وكنفوتو بشويه، ودرت ليه الملحه ومعلقه ديال الزبده. علاش تنديروا معلقه ديال الزبده؟ باش الصبح حيت غادي نسد عليه الكوكوت وغادي نشعل الماء، راه كيكون بارد، وغنخليه اون فوا كتبدا تصفر غنحسب ليه واحد 15 دقيقه وغادي نطفي عليه. الصباح راه كيصبح الحبات مدايرين. البنات عندي ما تياكلوش ليا الكبده، درت ليهم جبت العدان شرملتو وخليته في الثلاجه. بالحق راجلي هو اللي شرملو ماشي انا. وهنايا غادي ندوز، غادي نبدا نوجد الطبله ان شاء الله ديال الفطور ديال العيد. كنجيب الماعن باش غادي نخدم كاملين، من لي بلاطو، من الطباصل، من الكيسان، من كل شيء. يعني انا كندير في بالي كنقول مثلا غنخدم بلاجونتي وبالدوغي، هادو هما الحويجات اللي قلت غادي نخدم بهم. قبل درت المصلوح يسخن، دوزت غير على لاناب من الفوق لان كان مطوي بقى فيه لاطراس ديال ولا الطراساج ديال الطويه، وغادي نجي نبدا نحط في المعينات. هاد المعينات هادو ديال اكسيون شحال هادي ما خدمت بهم. على فكره البنات سمحوا لي الصوت ديالي شويه عيانه، داكشي علاش كتسمع هكا، ما عرفتش واش ضربني البرد ولا المهم كنحس بالصوت ديالي مبحوح واحد شويه. مهم كنبدا نحط، كنقول هاد البلاطو غندير فيه هادي، هاد البلاطو غندير فيه هادي، هادي غندير فيها هادي، وفي الاخر شحال من حاجه نقصتها. مشيت صيبت البلاطو ديال اتاي، البلاطو ديال العصير كما كيبان لكم، كنحط الكيسان. هادوك الحوايج كنحاول نحيدهم، هادوك باينين. وانا حاولت في الطبلات ديال هاد المره حاولت الميلونجي ما كيقولت لكم ما بين الدوغي والارجونتي، داكشي الا جبت هاد البلاطوات هادو ديال الاكسيون شحال هادي ما خدمت بهم. هنايا راه كتشوفوني كنحط وكنهضر غير مع راسي، كنقول هاد البلاطو غندير فيه هادي، وهذا غندير فيه هادي، وهذا هكاك باش كنشوف ياك ما خاصاني شي حاجه. كنحط وكنقول لا نسيت، لا نجيب هادي، لا هادي. المهم كنحاول نحط كلشي قدامي. غادي نصيب كذلك هاد البلا، هذا كنت جبتو على حساب الكعك، ولكن للاسف خوات بيا انا هاد العيد سبحان الله العظيم عرفتي شحال من واحد درها بيا، حتى حاجه ما وجدت عندي في الوقت، ما كتمشي غير فيما مشاكل الله نقولوا التنعيه. دارت معايا بقيت كنتسنى مولات الكعك غيجيبوا لك ولدي، غيجيبوا لك ولدي، حتى لجوج د الليل صافي فصونيت عليها، قالت لي حتى الصباح، ولكن للاسف ما وصلنيش، ما كتبش نقولوا حتى نعيا وما كتبش. هنايا لي سيرفيت حتى هما وجدتهم، درت وحدين في داك البلان، داك البلا فاش كنحطهم، وشديت واحد الكميه اخرى عاوتاني طويتها وحطيتها في واحد البلا اخر، بحكم انني عندي جوج طبيلات، باش اللي خدام من لهنا يلقى لي سيرفيت عنده، واللي خدام من الطبله الاخرى يلقى لي سيرفيت عنده. ودست نصيب الفاكهه، كي قلت لكم الحاجه اللي كان بين نستعملها راه ما كنجمعهاش، يعني الفاكهه والحلوه كلها حطيتها من الصباح في الصاله بين ما وصلت ليها. الفاكهه كنحط لي عندي، كنحط شويه 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 حتى كنشد لا فورم ديال البلا، عاد ديك الساعه كندوز نعمر باش يسهل عليا. هذه ميلكا اللي كنت خديت، راه كنت بارطاجيتها معكم، خديتها عند اشرف، حتى هي جيت حطيتها في هذا البلا. هذا كنحاول هكا نميلونجي ما بين هذيك اللي بشوكولا بلون والاخرى اللي بشوكولا اولي. بالمناسبه راه اشرف سولتوني عليه فين كاين، راه ديجا بارطاجيت معكم في واحد الفيديو، ما عندكم فين تلفوا كتدخلوا مع الباب ثلاثة كتمشوا ديريكت كيبان لكم اونفاس معكم، راه هو جا اونفاس مع الساحه ديال الخضره او القاعه ديال الخضره.
صافي ها هو البلا ديال الفاتيكه ديتو كنحاول هكا ما نستعملش ديما نفس المعينات باش ما نبقاش كنستعمل النوازيت ما لقيتوش هذا العام اللي كنت بارطاجيت مع السيد عنده ما كناخذ ما كنبدلوش كان شي حاجه كاينه ما كايناش ما كايناش تحاول البلاطو ديال الاتاي وجدتو هاد المره ما بين البلاطو ديال العصير كذلك حتى هو جدتو بقاو غير القرعي ما قلبتهمش حتى نسالي مع كندوز من تما خفت لا نضربها طيح صافي تما الفاكهه الحاجه كاع اللي ساليت منها هذوك اللي قلت لكم ديال العصير اني غنسالي راه غنقلب هنايا هادو خديتهم في بيم هادو غنديرهم في هنايا كنخليهم حتى للصباح حتى غندير عليها الشلوفان هذا حطيته على حساب لي ماكارون غير ما غاديش نديرهم حتى هما حتى للصباح عاد غنحطهم فيه باش يهضر الطبيله وهنا تكون هاد الطبيله هادي غادي ندوز دابا ان شاء الله هنايا هاد الطبيله هادي حتى هي راه حطيتها بالمعنات ديالها بقى لي فقط انني نستف فيها الحلوه الحلوه دائما راه كني كنقولها لكم الحلوه كناخذها دائما عند فاتحه والحمد لله اللي ما عمرها حشمتني عندها اول حاجه الكلمه والنقى والحلوه ديال القلب والحمد لله راه بشهاده الجميع من هنايا كنشكركم بزاف على الثقه ديالكم عرفتي شحال من وحده مشات كوموندات عندها الحلوه وبالمناسبه راه تلاقيتني مع لي زابوني عندها الحمد لله وكيصيفطوا ليا كيقولوا لي الله يرحم والديك على هاد لادريس اللي عطيتينا السيده زعما الحلوه كلينا تاعينا ما عمرنا دقنا حلوتها وفعلا والله البنات راه زعما ماشي مجامله ولا راه انا كنمشي وكناخذ الحلوه وكنخلصها بفلوسي ولكن كلمه حق تقال في هاد السيده خدمه متقونه النقاء الادب الكلمه كلشي كلشي مجموع فيها والله العظيم الله يعطيها صحيحتها يا ربي قال لك العمل راه عباده وراه قليل الباقي في هذا الوقت اللي كتلقاه خدام بالنية الله يهدي ما خلق وصافي هذا ما نقوله المهم راه حطيت راه شفتوني حطيت لي بلا وانا خدامه وعاود تبدلت شحال من حاجه على حساب كندير حساب ومني كنجي كنبدا نحط ديما تنقولها لكم هاد القضيه كنبدا كنبدل صافي هنايا ما بغيتش نجمع الحلوه في واحد الطبيصيل حاولت هكا باش تبان الطبيله مغايره على اللي مولفين حاولت كل شكيل هكا نحطو في بلا بوحدو باش كتبان باش هكا كتبان الحلوه كتعطيها قيمه وحتى كتبان كي قلت لكم مغايره على المعتاد مره كنديروا بلاطو كنجمعوا فيه كل شيء مره نبدلو عاوتاني بلا ديال اولا البلاطو ديال البخور حتى وجدتو بالمناسبه هذا كتسولوني عليها البنات هذا غزال الا لقيتوه خذوه ديال اكسيون كنت خديته عند ايمان من الجروب ب 40 درهم وخديت هذا اليوم بغيت نبارطاجيه معكم اسيديا ليغونيك عندنا الدوش شوبي وصيفطات لي مسكينه اللوبان حطيتو حتى هو هنا نادو الشوبي مازال غنهضر لكم عليها البنات في شي فيديو ان شاء الله لان انا من لي كليونت ديالها القدام من ايام الفيسبوك صافي ها لي بلا لي كتشوفوا بقاو خاويين حتى الغد ليه ان شاء الله عاد نعمرهم حيت كاين ديال الهربل كاين ديال الكيك كاين ديال البغرير هاد ساليت هادو البنات كتسولوني حتى هما عليهم بزاف هادو نورمالمون الناس د مراكش غيكونوا كيعرفوها البنت ملي كتبغي تزوج والديها كينقولوا حنا كيديروا ليها الشوره هادو كانت ماما صايبتهم ليا اولا كاين اللي كيقول لهم الدهاز كله واش تيقول لهم حنا كنقولوا لهم الشوره كيكون فيها لاناب كيكون فيها الكوفغلي الفات لي سيرفييت شحال من حاجه انا هادو هما اللي استعملت تقدروا تصايبوهم عند الطرازه ساليت غطيت المسائل كامله جيت عطرت الدنيا بهاد عود مود اولا عود وود ديال الذهبي للعطور غزال غزال البنات حطيت الطباصل حطيت المعالق حطيت كامل الحويجات ان شاء الله اللي غيخصوني الغد ليه باش الغد ليه اون فوا غنوض غنصايب هربل غادي نعمر اتاي فقط ونحط شي الاخر اللي مازال ما حطيت غير اللي ضروري عندي هو انني نتاكد ان كل شيء مغطي والكيسان مقلوبين وهنا غنكونوا سالينا الفيديو